السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلبة الصف السادس الإعدادي في درس جديد من دروس اللغة العربية، نقدمه لكم من فضائية العراق التربوية. درسنا اليوم هو في الأدب والنصوص، وقد كنا تحدثنا في دروسنا السابقة عن النثر، وقلنا بأن هناك أنواع مستحدثة من النثر ظهرت في الأدب العربي. تحدثنا في الدروس الماضيه عن القصه القصه القصيره وتحدثنا عن المقاله موضوعنا اليوم هو نوع اخر من انواع النثر الحديث في الادب العربي وهو الروايه الروايه عزيز الطالب تختلف عن القصه القصيره وعن بقيه انواع الادب بانها تتعدد فيها الشخصيات وتتعدد فيها الاماكن والازمنه وتختص بالدخول في التفاصيل والسرد المطول وتعتبر هي اطول انواع النثر الفني لو سئلنا عزيز الطالب ما هو فن الروايه ما الجواب على هذا السؤال؟ نقول: الرواية نوع من أنواع الأدب النثري، تتميز بطابعها القصصي، وما تنطوي عليه من خيال واسع. إذا الرواية هي نوع من أنواع الأدب النثري، تتميز بطابعها القصصي، وما تنطوي عليه من خيال واسع، بمعنى أن الخيال هو جزء من مهم من أجزاء الرواية. السؤال الاخر يقول عزيزي الطالب بما تختلف الروايه عن السيره الذاتيه السيره الذاتيه كما تعلم هي ان يكتب كاتب او الاديب يكتب قصه حياته تفاصيل حياته او يكتب حياه شخص اخر كان يكون مقرب له او يكون من الشخصيات التاريخيه هذه هي السيره السيره تحتاج الى ان يدخل في التفاصيل ويكتب التفاصيل بواقعيه مطلقه الواقع يجب ان يكون اما القصه او الروايه عزيز الطالب تختلف عن السيره كما ذكر في الكتاب بانها بوجود عنصر الخيال فيها بمعنى ان السيره يجب ان تنقل الواقع كما هو ولكن الروايه من الممكن ان يكون فيها الخيال هو عنصر اساسي فيها ناتي الى سؤال اخر لو جعلنا مقارنه بين الروايه والقصه القصيره التي سبق لنا ودرسناها. نقول: تختلف الروايه عن القصه القصيره بالطول ووفره الشخصيات وكثره الاحداث وتشعبها. اما القصه القصيره كما ذكرنا عزيزي الطالب قلنا بان القصه تلتزم بوزن عفوا بشخصيه واحده في بعض الاحيان او عدد قليل من الشخصيات، زمان واحد، مكان واحد. اما الروايه تتشعب فيها الاحداث وتتشعب فيها الشخصيات تتعدد الشخصيات اضافه الى تشعب الاحداث سؤال اخر يقول ما هي موضوعات الروايه وهل تكتفي الروايه بالموضوعات المالوفه موضوعات المالوفه ما هي نقول تعرض الروايه قضايا اخلاقيه واجتماعيه وسياسيه مختلفه اخلاقيه اجتماعيه سياسيه بهدف معالجتها، بمعنى ان الكاتب ياخذ مواضيع اجتماعيه سياسيه او اخلاقيه في المجتمع ويحاول معالجه هذه المشاكل من خلال الروايه. ومعالجتها او محاوله البحث فيها، لذلك تحث بعض الروايات على الاصلاح والتغيير. اذا في بعض الأحيان من الممكن أن تسأل لماذا تحث بعض الروايات على الإصلاح والتغيير نقول لأنها تناقش المشاكل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وتحاول حلها لذلك تعتبر هي نوع من الإصلاح والتغيير هل هناك موضوعات أخرى من الممكن أن يتناولها الكاتب في رواياته نقول من الروايات ما يقدم معلومات عن موضوع غير مألوف، موضوع غير مألوف، وفيه بعض الغرابة للقارئ، وبعضها الآخر يقدم العمل الروائي بحس فكاهي، الهدف منه إمتاع القارئ وتسليته، إذا أصبح لدينا هناك موضوعات أخرى إضافة إلى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. أن هناك موضوعات من الممكن أن تكون فيها شيء من الغرابة إضافة إلى موضوعات فيها حس فكاهي، والغرض من هذا هو إمتاع القارئ. في الرواية عزيزي الطالب هناك راون، ما هو دور الراوي في الرواية؟ نقول: الرواية حكاية يرويها راون. ينظر الى الشخصيات كانه يعرفها جميعا فيتحدث بلسان الشخصيات احيانا ويفسح لها المجال للحديث او الحوار فيما بينها احيانا اخرى اذا هناك راو في الروايه قد يكون هذا الراوي هو الذي يتحدث في الروايه فينقل لنا الاحداث كما تحصل او يسمح هذا الراوي للشخصيات الموجوده في الروايه بالحوار ولكي يوصل للقارئ مفهوم او الاحداث التي تدور فيها الروايه. سؤال اخر يقول بما تمتاز الروايه؟ ما هي مميزات الروايه؟ قلنا هناك طابق قصصي فيها كما ذكرنا في شرحنا في بدايه الدرس. نقول ان الروايه هي اطول الانواع الادبيه. هذا هذا الامر مهم اطول الانواع النثريه هي الروايه تتميز بانها تتعامل غالبا مع احداث تمتد لمده زمنيه طويله قد تكون الروايه تتحدث عن يكون البطل فيها شخص من شخصيات التي يكون لها دور في المجتمع يتناول قصة حياة هذا الشخص من بداية حياته لحين كبره إذا تمتد لفترة زمنية طويلة فتتعدد فيها الأحداث وتتعدد فيها الأماكن نأتي إلى سؤال آخر عزيزي الطالب أو ننتقل الآن إلى نشأة الرواية متى نشأت الرواية نقول نشأت الرواية في الأدب العربي آه متى انتقلت الروايه للادب العربي؟ نقول ان نشاه الروايه في الادب العربي تعود الى الاتصال المباشر بالاداب الاجنبيه الغربيه ابان القرن التاسع عشر الميلادي بمعنى احنا قلنا في بدايه الدرس ان الروايه هي من الموضوعات او من الفنون النثريه الحديثه بمعنى ان وجودها في الادب العربي يعتبر حديثا وقد عرفها العرب كما قلنا بعد تاثرهم بالادب بالاداب الاجنبيه ابان القرن التاسع عشر بعد الاختلاط مع الغرب، بعد سفر الكثير من العرب ومعيشتهم في الغرب، بعد الترجمه، بعد ان ترجمت الروايات الغربيه الى الادب العربي، هذه كلها عوامل ساعدت على نقل الروايه من الاداب الاجنبيه الى الادب العربي. ولكن هناك سؤال قد يتبادر الى اذهاننا هل ان الروايه تعتبر هي حديثه الا يوجد في الادب العربي قديما في التراث العربي على سبيل المثال موضوعات قريبه من مفهوم الروايه نقول كيف يمكن تمثيل هذا الفن في التراث العربي في الادب العربي القديم نقول ان التراث الادبي العربي معين زاخر بحكايات السمار لاحظ عزيز الطالب والسير الشعبيه واقاصيص الحب العذري ولا ننسى المقامات العربيه المعروفه التي تركت اثرا في فن الروايه العربيه الحديثه بمعنى انك كثيرا ما سمعت على سبيل المثال اكثر الامور التي من الممكن ان تكون متداوله وسمعنا بها قصه مجنون ليلى على سبيل المثال هذه القصص وجميل بثينه وغيرهم من الشعراء القصص المعروفة قصص الحب العذري، هذه القصص تكاد تكون قريبة من مفهوم الرواية التي نتحدث عنها الرواية الحديثة، ولكن الرواية في عصرنا الحديث بمفهومها بضوابطها بقواعدها تعد هي من الفنون الأدبية الحديثة في الأدب العربي. تحدثنا عزيزي الطالب في هذا الدرس عن الرواية. عرفنا الروايه وعرفنا نشأتها في الأدب العربي. سيكون لنا إن شاء الله درس آخر نتحدث فيه عن تتمه هذا الدرس، نشأه الروايه. نشأه الروايه وكذلك عن أركان الروايه. حديثنا في هذا الدرس تناولنا بدايات الروايه في الأدب العربي، وقلنا عزيزي الطالب بأن الروايه بمفهومها الحديث هي تعد من الفنون النثرية الحديثة، ولكن لو عدنا إلى الأدب العربي سنجد أن هناك الكثير من الفنون التي تكون قريبة من مفهوم الرواية الحديثة، على سبيل المثال حكايات الحب العذري، حكايات السمار، السير الشعبية، هذه كلها قريبة في مفهومها من مفهوم الرواية في الأدب العربي الحديث رغم ضوابطها. متى عرف العرب الروايه بمفهومها الحديث نقول ابان القرن التاسع عشر الميلادي بعد اختلاطهم مع الغرب بعد الترجمة بعد ورود الصحافة بعد أن على سبيل المثال تتذكرون حينما قلنا بأن الأدب العربي بعد دخول نابليون نابليون بونابرت إلى مصر وما أثر ذلك دخول المطابق هذه كلها عوامل ساعدت على دخول هذه الفنون الأدبية إلى الأدب العربي ومن ضمنها ما نتحدث عنه اليوم وهي الرواية سيكون لنا إن شاء الله درس آخر نتحدث فيه عن تتمة هذا الموضوع شكرا لكم أعزائنا الطلبة وشكرا لإصغائكم